ماليش كم متضايقة كتير وريشي معصب عليها، والمصيبة إنه في ضيوف بالبيت، بس هلأ ما يعملوا شي مشكلة، ساعتها الكل حيلوموني إلي، وأكيد رح يدعمني ريشي والكل يسمعوا كلام. واليوم في مناسبة، هلأ بيتعكر مزاج الناس. شو شبك؟ ليش سكتت؟ شو جاوب عنك؟ احكي. مليشكا، انت عم تزوديها. وإذا ما عاد تفرق معي، أصلاً هون ما حدا غيري عم بيعاني من تصرفاتكم انت ولاكشمي. شو؟ ايه طبعاً. شو؟ لك هي اللي اسمها لاكشمي بالنهاية حولتك لشخص خاين وسيء مثلها تماماً. عم تخططوا سوا لحتى تخدعوني. لك انت عم بتخطط لتتركني. مليشكا، انت عن شو عم تحكي؟ شو عم بحكي؟ مالك سمعاني شو عم قول؟ صارحني ريشي، مو هي خطتك؟ اللي انت ما عم تفكر انك تتركني؟ ها؟ بالوقت اللي وعدتني فيه بتتذكر شو كنت تقلي؟ انا بذكرك شو كنت تقول؟ كنت تقلي مليشكا انا رح اضل معك لاخر يوم بحياتي وما رح افارقك ابدا لحتى اموت. كنت تقلي انك بدك يعني الي وبس. بس تغير كل شيء، هلا تغير علينا كل شيء، وما عاد شفت ود منك، مالي شايفه غير الكره والحقد بعيونك وانت عم تحكي معي كانه انا عدوتك، مالك حاسس؟ وهلا بدي اسالك، هي معزتك واهتمامك فيني؟ لك شبك ليش ساكت؟ رد، ما تحكي لك شي كلمه ريشي. شبك مليشكا اهدي، بس لاني راي عم تحكي كلام طالع ونازل. ما تتدخلي واحترمي هذا اليوم لانه مخصص للازواج، لهيك خلص ما تتدخلي بيني وبين مرتي رجاءا. انا هلا شخص متزوج، انا زوجة للاكشمي ونحن كتير متفقين وما رح خلي شيء اثر علينا. اسف عم احكي معك بهي الطريقه، بس هذا يومنا. انا هلا بس عم اعمل واجبي كزوج، رح ساويها اليوم وساويها بكره ولاخر يوم بعمري مليشكا، وانا متاكد اني بقدر اوثق فيكي. لهيك اذا بتريدي لا تتدخلي بيناتنا، والا شو اللي والا شو؟ ماني حابب ساويها، رح اضطر احبسك بالغرفه. شو؟ ايه مليشكا، كيف عملتيها؟ قولي. مليشكا، مليشكا، انت عملتي هالشي، انت مثلتي واخدتي ريشي مني.